متابعينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال فترة السحور، حيث يسود طقس مغبر مع 28 درجة مئوية فقط، الملموسة 26، الرطوبة 33%، أما الرياح تكون معتدلة السرعة. ننتقل الآن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة اليوم الخميس في باقي مناطق المملكة. نبدأ بالمنطقة الشمالية، طقس مستقر، سكاكا 31 إلى 19، عرعر 31 19 أيضا، تبوك 34 إلى 19. المنطقة الغربية، جدة 35 إلى 24، المدينة المنورة 36 إلى 26، مكة المكرمة 39 إلى 29، أما الطائف 32 إلى 22. المنطقة الجنوبية الغربية قد تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي، زخات رعدية من الأمطار متوقعة في أبها 25 إلى 18، جازان 34 إلى 31، أما الباحة 26 إلى 20. المنطقة الشرقية، الدمام أتربة مثارة 34 إلى 23، الإحساء أيضا أتربة مثارة 36 إلى 23، حفر الباطن طقس صافي 34 إلى 23. المنطقة الوسطى، الرياض طقس مغبر 35 إلى 25، بريدة 34 إلى 23، أما حائل 32 إلى 19. إلى اللقاء.